للسادة المشاهدين نبذة تشريحية عن مفصل الركبة. تمام. مفصل الركبة مفصل زلالي، يعني بيحيط بغشاء زلالي. هذا الغشاء بيفرز مادة زلالية. مفصل تحملي، يعني في حمل موجود عليه. الركبة مفصلين وليس مفصل واحد. مفصل الأساسي اللي هو اسمه تيبيو فيمورال جوينت، اللي هو اللي بيساعدنا على الحركة والوقوف، اللي هو المفصل الأساسي اللي هو شايل الوزن كله. والمفصل الثاني اللي هو مفصل الصابون. تمام. مفصل الركبة وبينهم اللي هو السائل الزلالي اللي بيحرك ما بين المفصلين. مفصل الركبة اللي هو التيبي فيمورال اللي هو يهمنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عليه. من الناحية التشريحية، نهاية عظمة الفخذ مع بداية عظمة الساق. في الداخل في الغضروف الداخلي الهلالي، وفي الغضروف الخارجي الرباط الصليبي الأمامي، الرباط الصليبي الخلفي، مع الرباط الداخلي والرباط الخارجي. الموضوع كله تحس ان هو بالميزان كده حي بالفعل. طيب. هو يعني تشريحيا من ابسط المفاصل، ولكن هو من اكثر المفاصل تعقيدا ميكانيكيا. صحيح.